سلام واهلا وسهلا متتبعي قناه بسمة الحلويات. جيتكم بحلوه جديده لحلوى العيد، حلوه بزاف بنينه. هاد الحلوه كانت ماما دارتها درك عندها 5 سنين ولا 6، دارتها في الحجه تاع عمتي. جميع واحد جابها كلها، ما كانش اللي ما قالهاش عطيني الوصفه تاع هاد الحلوه. جات بزاف بنينه، حبينا نشاركوها معاكم للعيد. تجي شكلا ومضمونا حلوه رائعه. نروحوا للمقادير، اش نحتاجوا لهاد الوصفه؟ واش نحتاج المقادير الحلوه تاعنا؟ قبل ما نروحوا ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مقادير بسيطه جدا، نحتاج لها نصف كاس سكر ناعم، نصف كاس انواع الكوكو، جوز الهند، 125 غرام زبده، كيس افاني، كيس خميره، وبشور حبه ليمون، وبيضه ونشيفوها بالفرينه. ونحتاجوا العسل كي نطيبوها نشربوها في العسل، ونحتاجوا الشوكولا بيضاء والشوكولا نوار باه نكلاصي الحلوه تاعنا. نروحوا لطريقه التحضير. نبدا بسم الله نحضروا الحلوه تاعنا. نحط تاعي الزبده 125 غرام، نزيد لها نصف كاس تاع السكر ناعم، ونخفقهم بالخلاط حتى يذوب لي السكر مع الزبده. بعد ما ذاب لي السكر والزبده نحط البيضه تاعي. تجي هاد العجينه تجي روعه، تجي شيشه، تجي لذيذه. نزيد لها معاها الكيس تاع لافاني تاعي، تجي الطعمه تاعها ولا اروع. نزيد نخفقها مع بعضها. نزيد نحط نصف كاس تاعي تاع نواد كوكو، ونحط برش الليمون، نواد كوكو برش الليمون، ونخفق هاد المكونات مع بعض. بعد ما خفقت المكونات هذو كامل وحطيتهم، نبدا نشيح بالفرينه. الفرينه تاعي كنت صيرتها. تجي العجينه تاعي طريه ما نلبسهاش بزاف. ريحه النواد كوكو والقارص، واش نقول لكم، العب صايم هذاك هو. ونجمع تاعي العجينه كامل. بعد ما جمعت معايا الحلوه تاعي كما تلاحظوا يجي هكا طريه، ماهيش يابسه يابسه. نروحوا لتشكيل الحلوه تاعنا. بعد ما جمعت لي العجينه تاعي نجيبوا المول تاعنا تاع التاج، هذا حلوه تاع التاج، ونشكلوه فيه. نحطوا تاعنا العجينه. وصفه سهله تجي بنينه بزاف، ما نمروش بزاف باسكو بعد يتنفخ معنا مع الخميرة اللي حطينا. كما قلت لكم الحلوة هذه دارتها ماما دوك عندها 5 سنين ولا 4 سنين اللي دارتها في الحجة تاع عمتي. جميع واحد جابر كلها، ما كاش ما سقساش على الوصفة، كامل عجبتهم الحلوة هذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها العيد، تجي بزاف بنينة. ادعيوا لنا بالخير كي تجربوها. هنا تحبوا توزنوا الحبات كامل قد بعضاهم باش يجيكم كامل متساويين، تحبوا هكا عينك ميزانك. نكمل انا المول تاعي كامل نعمرو ونرجع لكم. هكذا بعد ما عمرت الحلوه تاعي كامل ندخلوا الفرن. لازم المول تاع السيليكون تاعنا نحطو في بلاطو، من بعد كي نجبدوه ما تكسرناش الحلوه، نجبدوه ونتحكموا فيه نورمال. لازمنا البلاطو، نحطو المول تاعنا تاع السيليكون، نحط الحلوه تاعي على درجه حراره 170 180 درجه لمده 15 دقيقه 12 دقيقه. كل وحده وتعرف الفور تاعها كي يبدا يحمر، كي نشوفو بدا يحمر من الفوق شويه نحيه ونجيو نعسلو مع بعضنا. ها هي بعد ما طابت معانا الحلوه تاعنا، شوفو كيفاش حمار معايا، كيفاه نجي نقلبها. نجيب نقصها، طريقه بسيطه جدا هكا، نحا بسهوله. ها الحبيبات تاعنا، ها الحلوه تاعنا كيف طيب درك. هي هكاك سخونه، واش ندير وهي سخونه هكاك الحلوه تاعنا، نحطوها في الشربات تاعنا باش تشرب لنا العسل. تجي حلوه ولا اروع، مذاق تاع نواد كوكو مع العسل مع القارص مع الشوكولا، واش نقول لكم، جربوها وما حيش تندموا عليها. كاينين اللي بعثوا لي قالوا لي ديري لنا غريبيه المحقن، وديجا درناهم من قبل غريبيه المحقن مشوك، غريبيه بالجلجلانيه، غريبيه مرقه بشكل جديد، غريبيه مرقه بشكلين، غريبيه مقلشه بالجوز واللوز. الروابط كامل تلقاوهم في صندوق الوصف، حطيتهم لكم كامل في
في الفيديو الاخر تاع الغريبيه تاع الكاوكاو تحبوا تزوروا القناه وتشوفوا الفيديوهات كامل موجوده على القناه. نكمل انا نشرب الحلوه تاعي كامل هكا كما تلاحظوا ونروحوا نغلاسيوها. هاي الحلوه تاعي بعد ما عسلتها وقطرت معايا، نجيبو تاعنا المول اللي شكلنا فيه الحلوه. وهنا ذوبت الشوكولا طابله شوكولا نورمال ذوبتها ما حطيت ما زدت لها والو. درك نزيد لها مغرف زيت، مغرفة القهوة هكا ونخلط ونقلاصي بها تاعي الحبيبة تاع الحلوة. هنا راح ندير حبيب حبة بحبة، حبة بيضة وحبة شوكولا نوار. الشوكولا البيضة تاعي دوبوها ما نزيدولها والو، من بعد تزيدولها مغرف كيما مغرفة القهوة زيت وتقلاصيو بها عادي. نحكم الشوكولا تاعي نحط مغرفة في كل وحدة، يجيكم كلاصاج ساهل. نحكم الحبيبة تاعي ونغطسها هنا. هذا اللي زايد، هذا اللي زاد لي منه نردو على الحبيبة تاعي. تحبو تردوه هو برك، تحبو تزيدو تحطو الشوكولا وتغطيوها باش تجيكم اقتصادية ردوهم هكا برك هكا. تحبو تكلاصيوها كامل تزيدو تحطو شوية الشوكولا هنا. كي نكلاصيو الحبة تاعنا يقعد بالشهور يقعد زارد من الداخل، باسكو الشوكولا هاديك تخليه زارد ميقيسوش الهوا، يقعد تاعنا تقعد تاعنا الحلوة ساردة تجي روعة. نكمل انا تاعي المول كامل هكا نحطو في التلاجة لي برد تحكم معايا الشوكولا. نروحو كيف نزينو تاعنا الحبيبة تاع الحلوة. هنا الشوكولا تاعي بعد ما جدت نحيها فاسيمو، نحيو هذوك الزوائد نحا معانا بسهولة كما تلاحظوا. هنا بعد ما نحيت تاعي الحبيبات من المول كما تلاحظوا يتنحاو بسهولة، واش راح نزينهم هنايا عجينة السكر لونتها باللون الأخضر وطبعتها رويشات هذا الطابع. وعندي هادو لي خويكم فيه هادو حنزين بها. نحط الريشة تاعي هكا شوية بالجنب هكا، نزيد نحط الريشة الأخرى معاكسة الجهة الأخرى هكا. هكا نحط لها الحبيبة زيد لها منظر رائع. نكملو بنفس التزيين. هنا صبعي تعطبتو، ساعات كي نعطبو ولا نحرقو تقول لي ماما باه تخلي باه الكوزينة تاع الميك. نتوما تاني يقولوا لكم هكا قولوا لي في لي كومونتير. نكمل نزين تاعي الحبيبات كامل هكا بهذا الشكل ونتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. هاي الحلوة تاعنا تنتاج بمنظر جديد ولا اروع، الالوان ابيض ونحطو حبة بحبة، نحطو حبيبة بحبيبة في الصينية تاعنا تزيد نص الصينية تاعنا تاع العيد. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. ما ايضا المذاق يجي ولا اروع. الحلوة هذه شكلا ومضمونا رائعة جدا، نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وتنال اعجابكم. وفي الاخير معليا نقولكم صحة فطوركم صحة شريفتكم ربي يتقبل صيامكم. سلام.